المشكل اللي عندي هو كنا صرنا واحد الفيديو نهار الثلاث اللي فات، انا كنت هضرت على قضية الرمان، المحلات اللي جاو حيدوا لهم الماكل ديال الرمان داك الشيء هذا، والناس اخرين حاطين طوابل، الناس اخرين دايرين شلا حوايج داك الشيء الشغل هذاك. مع حنا لا علاقة لنا بداك الموضوع، وشرط عليا انا، انتم كتشوفوا دابا من مورايا باقي نشوف الناس هنا كي دايرين، وانا الواحد اللي ما نخرج ما ندير حتى شي حركة ما نتحركش. وحنا قلنا لك هذه، قال لي شوف انا اللي شغلي هذاك، انت بشرط انت المهم انا اللي كنعرف كيفاش كندير، انت ما تخرجش شي حاجه على باب الحاجه. قلت له قلت له انا شطب والله لا خرجها، وما حدك انت كتقولي هكا عندك الحق، راه اللي قلتي لي ما نخرجش انا ما نخرجش. ولكن اللي كنطلب من المسؤولين ومن السيد الوالي والناس اللي في الفيديو زي من الامور باش يتخطوا ويفتحوا لي تحقيق، انا كنطلب يفتحوا لي تحقيق. وانتم كتشوفوا دابا من مورايا وشوفوا ان الناس اللي مخرجه، وانا هو محلي استعد انا ما كنحل حتى الثلاثه ديال العشيه. انا بالنسبه لي انا سعته فهم اللي كان وقع اول نهار اللي كان نهار الثلاث اللي فات، كان جا واحد الوفد جا لهنا للمقهى الزريان، وكنت راه حكيت لكم هذه القصه هذه. الناضي المسؤولين قالوا لي، ومن القهوة الزريان قال لي باش هذه الزنقه هذه كان فيها حشر داك الشيء الوسخ ديال القطن والكلام، انت الوقت اللي سيقتها وقالت لي سيدي داك الشيء هذا، قال لك ممنوع انت تطلق الماء هنايا ولا هادي. واش كاين واش كاين واش كاين؟ قال لي شوف انا هاد الهضره كلها ما يمكنلكش هذه. قلت له ونفضل الا بغيت نسيق محلي ما يمكنليش، قال لي ممنوع تطلق الماء. كانت ديك الساعه شي ثلاثه ونص ولا هذيك، شفت البيس كنخرجوا باش غادي يمشيو الدراري يخدموا، ويقول لي حتى هادشي ما يبقاش يخرج، هادشي ما يتحقش هنا وما يبقاش يخرج. هذا هو سبب النزاع، هذا هو البدء ديال النزاع. انا وافقت عنده الحق، شي حاجه نحطها في الباب ولا هادي اي هي الملك العام، انا اللي كنطلب وهو اللي القانون اللي يطبق عليه يطبق على على الناس، على جيراني، على المدينه. الا وريتكم عندي حجج وتصاور وتشوفوا الناس اللي بحال كي حكيت في الفيديو الاول، حيد الجوج ديال الحوانت، حيد لي الماكل وهادي، والناس اخرين كيشتغلوا بحريه وطلاقه، ما عندهم لا محلات لا حوانت لا والو، ولا من يحركوا ساكن. الوقت اللي شاف هو الفيديو ما عجبوش جا هضرت على الفندق ديال باب الرحبة، وهضرت على الطوابل وداك الشيء، داك مشى خصيص حيت قلت لهم الفندق تنكري والضو مصروخ وداك الشيء، داك مشى نهار الحد جا مع ثلاثة ديال العشية خوال الفندق. هادي كانت قلنا ما كاين مشكل، واخا الناس المساكن كاين اللي ما عندوش فين يحط صلعته وداك الشيء هذاك، كاين اللي كيتعذب بها دابا وكيمشي. حنا كنا قلنا ماشي على الفندق، كاين الفندق وكاين شلا حوايجية وداك الشيء عندنا بالحجاج، والمسؤولين يدخلوا يتسالوا المدينه ويشوفوا. الا جيتي تدور في شي كاين شي زناقي والله لا تسي منهم في الصباح والنهار وداك الشيء هذا. انا اللي طلبت منه زعما قلت له، قلت له انا هضرت في الفيديو على الا طبق عليا القانون طبقوا على الناس كاملين، راه ما يمكنلكش تطبق علي بوحدي انا. هادشي علاش كنعاود انا عاوتاني كنطلب كنستجد كنطلب السيد الوالي يفتح لنا تحقيق، وكنطلب المسؤولين يفتحوا تحقيق. اليوم الصباح عرفتني شلا حوايج ما كنهضر، اليوم هبط الكروسه ديال السيما وداك الشيء هذاك، الناس مشات تصرح داك الشيء العشوائي وداك الشيء هذاك. حنا ما عنديش انا غرض في داك الشيء، انا ما كنقولش داك الشيء هذاك، الله يعاونني يعاوني. قال لك الملك العام ما نستغلش انا الملك العام، ولكن انا باقي كنطلب. ها انتم شوفوا من مورايا دابا، ولا وريتكم هذا، ها انتم الزنقه اللي من مور اللي فيها انا، شوف ما حضرش مع هاد الناس هذا الا انا الوحيد اللي قال لك انت ما تتحركش. وحق ساعة ساعة كنسكت المقدم، ساعة ساعة تيدوز هو والشيخ في السيارة ديالو تيشوف واش ما مخرج ما مخرج. وانا داك الشيء هذا قلتها له، قلت والله لا تحركت. انا هضرت بصفة عامة، مش غير القضية اللي صرحت ديال الفندق، وشي حاجة أخرى ما تحركاتش. قضية الرمان ما تحركاتش، قضية دابا كنقولوا حنا أي مسؤولين فوت يتسارى المدينة في الصباح، كاينين زناقي كنقسم لك فمي بالله دزتي منه. وكنطلب دابا من هذا المنبر هذا، كنطلب الله والسيد الوالي ووزير الداخليه يتدخل، كنطلب هاد المسؤولين اللي تابعين الرؤساء ديال السيد القائد يتدخل يفتحوا تحقيق، يجي يسولوا. الا بغيتي تضرب تطبق القانون خصك تطبق على الجميع، ولا بغيتي كتحسب كي هذا كي هذا كي هذا كي هذا، ماشي هذا ديالي وهذا ماشي ديالي، هذا اللي كيخدم معانا لا هذا كيدير، هي العصا تنزل على كل شيء، هي تهز على كل شيء.